أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت مصادر صحفية أن تهجير الدفعة الخامسة من سكان حي الوعر بمدينة حمص وبعض أفراد عائلاتهم سيتم اليوم باتجاه منطقة جرابلس الواقعة بريف حلب. ويأتي تنفيذ إجلاء الدفعة الخامسة بعد تأجيله عدة مرات نتيجة عدم تأمين طريق الخروج واندلاع معارك بين المعارضة السورية المسلحة وقوات الأسد في مناطق مختلفة في ريفي حما وحلب. استهدف الجيش السوري الحر مطار حما العسكري بأربعين صاروخ جراد، ما أدى إلى تدمير طائرة حربية من طراز ميغ 23. وقال مركز حما الإعلامي إن معلومات من داخل مشفى حما الوطني تؤكد مقتل ما يقارب 15 عنصرا من قوات الأسد في فرع المخابرات الجوية المتواجدون داخل المطار. تسببت الفيضانات في شمال العراق بقطع إمدادات الإغاثة وطرق الهرب للأشخاص الفارين من المعارك بين القوات العراقية وداعش في الشطر الغربي من مدينة الموصل. ومع تعطل الجسور المقامة على نهر دجلة عبر مئات المدنيين النهر الذي زاد منسوب مياهه في قوارب خشبية صغيرة، وحمل بعضهم أطفالا رضعا إلى جانب أمتعتهم. كشفت مصادر في قوات خفر السواحل اليمنية أن إيران زودت الحوثيين بألغام حديثة ومتطورة لم تملكها اليمن من قبل، وقامت بزرعها في مياه البحر الأحمر. وقال مصدر في قوات خفر السواحل بعدن أن الإنقلابيين زرعوا آلاف الألغام في ساحل اليمن الغربي وقرب جزيرة زقر في محاولة لاستهداف سفن الإغاثة وعرقلة عملية تحرير الحديدة. وجه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي تحذيرا لكوريا الشمالية اليوم من أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لن تتهاونا مع أي تجربة نووية تجريها الدولة الشيوعية، قائلا إن الهجوم الأمريكي هذا الشهر على سوريا أظهر بأس الولايات المتحدة. وعبر بنس وكوانج كيو آن القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية عن خيبة أملهما بسبب تصرفات الصين الانتقامية من سول ردا على نشر نظام ثاد الصاروخي الأمريكي. قالت وكالة أنباء يونهاب إن كوريا الشمالية أنشأت فرعا جديدا من الأسلحة هو القوات التكتيكية الخاصة. وفسر مراقبون أن تشكيل قوات العمليات الخاصة في كوريا الشمالية جاء لمواجهة أي محاولة اغتيال من قبل القوات الكورية والأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.